توني مخلص مقطع لفت نشيت وكانوا يتكلمون عن السيريه واكل الشوارع، فاشتهيت سيريه. المشكله السيريه معروف انه في منطقه الحجاز متواجد بكثره، بس عندنا ما في في الرياض. خلونا نروح نشيك وندور محل سيريه هنا في الرياض. بسم الله. طبعا دخلت جوجل ماب دورت عن السيريه، طلع لي ليالي السيريه المطعم هذا. تعليقات الناس تقول انه من افضل مطاعم السيريه موجوده في الرياض. خلونا نروح نشوف شو وضعه. بسم الله. وصلنا للمكان، المكان يعني شويه فل، وفجاه كذا صار زحمه ومواقف مدبله وحوسه، فندورنا موقف ونوقف. هذا هو المطعم اللي هو ليالي السيريه، وصلنا له. طبعا هذا مطعمنا زي ما انتم شايفين، الحين الوقت خفيف ما في زحمه، فخلونا نروح نجرب السيريه. طبعا هنا جوا، انا جوا المطبخ، الشيخ حمزه اكرمنا بان ندخل جوا ونقعد نظبط الليله ونشوف الدنيا والسيريه كيف بيجي. السيريه بيجلس كذا ابو الزيت، بيجلس 4 أو 5 دقائق في الزيت حتى يتحول لشوايه. حلو، 4 5 دقائق الشوايه برضه بياخذ اكثر من 5 6 دقائق وبيتقطع. ويقولون فيه مكسرات وفي السيريه فيه لحم وفيه بودره. البودره بتتكون من زيت الزيتون السوداني معاه شوية بهارات. أيوة. هي مهران على باقي البهارات التوابل المعروفة عندنا السودان. فلفل على شمال على. أنا أنت من السودان. الأكلة هذه من نيجيريا إلى السودان، المناطق هذه ما بين السودان ونيجيريا. الأكلة من باع نيجيريا، أما السودان هي دخلت على السودان. دخلت على السودان يعني مو بأساس. عن طريق نيجيريا. ممتاز. فبديتوا أنتم تبدعون فيها. بدأنا نبدع فيها ونشتغلها. في شباب معي لانديتهم، قلت تعالوا خلنا نصور سيريه، قالوا لا نخاف حطونا لحم ما ندري وش. لا شيخ، لا بقر ومعانا فواديل وكل شيء، معانا فواديل وكل شيء. اللي دلك انه واثق دخل المطبخ نظبط الليله ونشوف ان شاء الله. تقييم جوجل ماب يكون هو الصح، يقولوا السيريه 100%. شايفين المحل صغير ملموم، تقريبا فيه 8 طاولات بس. الوضع اللي صار عندهم زحمه على حسب جوجل ماب، يقولون الناس تنتظرك يعني، انت تقعد تاكل في ناس وراك تحتري طاوله من كثره الزحمه عندهم هنا. فان شاء الله انا بيطلع سيريه مره جامد، لان انا اساسا ما توقعت انه في سيريه في الرياض، بس قلت خليني اجرب افتح جوجل ماب واكتب طلع لي هذا، وشكله يعني شغل فنان. خلنا ننتظر الشيخ حمزه يضبطنا بالسيريه. الطيب جاب لنا اطيب سيريه، خلونا نشوف طريقه اكله الصح. دائما اهل الغربيه اذا سمعتهم يتكلمون عن سيريه هو بظبطك بسيريه وعصير جي. سيريه عصير جي موجود هنا في الرياض، خلونا نشوف الطريقه الصح للاكل. المفروض يظبطنا الشيخ حمزه. هذه فلفل حار مو بصل، هذا سيريه. ليمون بصل وسيريه. طيب ما في الصويا، بنحط الصويا ولا ما نحط؟ انا حطيت له صويا. بس خليني حطيت لي صويا. طيب زي ما انتم شايفين هذا عصير جي. انقى جوافه، ثلج، سكر، حليب. سكر حليب بكل بساطه. هذه ممكن تحط من الفلفل هذا. في الطريقة الثانية ممكن الزبادي مع الصويا مع الفلفل. جيب الزبادي بنجرب كله. عندنا صحن زبادي. اوه صير جي مع بعد الصيام سرسح. وريكم الخطة كيف المفروض ناكل السيريه. فقال في 3 طرق. اول شيء انك بدون الصويا تاكل بس بهارات حارة لحالها، او انك تاكلها لحالها السيريه، او انك تحطها مع الصويا، او في زبادي زياده. فخلونا نجرب كل الثلاثه واعلمكم وش افضل طريقه بالنسبه لي ممكن تاكل فيها السيريه. طبعا زبادي مع لحم انا ما ادري شلون بيجي، بس اساس اللحم فيه فول سوداني، النكهه كلها بتطلع جديده. هذا شيخ حمزه مع الزبادي زبطنا. كيف زحمتكم في رمضان؟ والله الشغل على في رمضان ما زي الفطر. اكثر شيء ان السيريه معروف انه فطور ما هو في رمضان. ايوه يا سلام، هذه البهارات على الزبادي، صويا، يا سلام. والله شكله ما يشجع مره يا اخوي. الطعم كيف؟ مره افضل بليمون ولا بدون؟ كله كله؟ ايه بس ليمون ما تكثر، خلي ليمون قليل. طيب ويقول لك الليمون ما تكثر، فنعصر ليمون بس كذا على خفيف. وعندك هنا صامولي مفكه، ناخذ لنا شوي سيريه ونغطسها في مكس الزبادي والبهارات والصويا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مع الخبز مع الزبادي مع البهارات مع الصويا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، لحقها بعصير جي. الله، توقعت ان الزبادي يطلع طعمه
مو بزين مع اللحم، بس بالعكس طالع مره فنان مع السيريه. خلونا الحين ناكل اللحمه نفسها نشوف. والله هذا السيريه الحاله تستمتع فيه لان فيه نكهات مختلفه غير اللي احنا متعودين عليه، فحاطين مع بهاراته مع الفول السوداني مع اللحمه نفسها، فيصير فيه نكهات مختلفه ومتنوعه جميل، ومع خلطة الصويا والزبادي والفلفل حكاية. خلوني انا اكل الحين واضبط عمري واكيف على السريع، بعدها بنشوف وش سالفة الدخن. طبعا مسحنا السريع عندنا، خلصنا العصير، بنروح الحين بنحلي على نشوف الدخن هذا وش وضعه ونحلي عليه. بسم الله. شوفونا الحين الايس كريم طلع الدخن. سلام، يعطيك العافيه، شكرا. نجي الحين لاخر شيء بندوق اللي هو المديده. المديده اسم العصير نفسه، عندهم يجي باكثر من نوع. فهمت ان هذا الشيء يعتبر وجبه بذاته، يعني يقولون السودانيين اخواننا السودانيين انه هذا في رمضان تسحر عليه واحده بواحده، لان فيه الحين الدخن وايس كريم وحليب. بعد بحث بسيط في النت عن الدخن، الدخن هو نبته اشبه بالقمح، يستخرجون منها الحبوب زي القمح لكن اسمها الدخن. يقولون انها واحده بواحده تشربها ترتوي ما تعطش ان شاء الله يعني في رمضان. عرفت ليش يقولون انها هي وجبه الحال، هل انها هي نفسها ثقيله حلوه نكهه شوي غريبه ما ادري وش هي، يعني ما اقدر احدد لك وش النكهه لكنها حلوه تجربه جديده. عموما هذا ليالي سريه. في الاخير لا تنسى اللايك فيفرت كومنت، واذا حاب تدعم القناه في استيكر حق القناة تلقاه في الرابط. تجربتنا الليالي سيريه، تجربة السيريه في الرياض، وهذا تقريبا المفروض انه من افضل محلات السيريه في الرياض. تجربة جميلة لذيذة، تغيير جو. اذا انت مشتهي سيريه الرابط المحل هذا تلقاه تحت في الوصف، جوجل ماب تضغط عليه. بس والله كان معكم نفس سويلم، نشوفك في فيديو ثاني ان شاء الله في امان الله. توني راجع من البيت، انا قاعد مزمل على هذا الشيء الجميل. انا الى الان ما اعرف وش اسمه بالضبط، هو مديدة كذا الحالة ولا مديدة الدخن. المهم انه طعمه يذكرني شوي بسريلاك، ليش ما ادري. بس والله الحين صدق في ملة.